تدبير المفوض فيها خصاص. الان عمليه المتابعه هي موكوله للجنة تتبع المراقبه. هل معنى هذا على ان لجنة تتبع المراقبه ما كتقومش بالواجب ديالها داخل المقاطعه، يعني في المقاطعه ديال شرف مخوخه؟ خصها اعاده الهيكله، خصها تغيير ديال المسؤولين، شنو خصها بالضبط باش تقوم بالعمل ديالها؟ شوف استاذ الكريم، انا في الحقيقه ربما يعني ازيد من 17 او 18 سنه وانا في العمل الجمعوي، صدمت حقيقه واقول صادقا وبكل امانه، صدمت يعني من التدخل ديال النائب ربما الخامسه المكلفه بالبيئه ولا بالنظافه، ما عقلش اذا كان النساء، صدمت وهي يعني كتكلم كان على شركه سلنطه كانها شركه مواطنه، شركه تقوم بانجاز، والجميع كيعرف على ان المقاطعه نتينه، المقاطعه موسخه، المستوى ديال النظافه المقاطعه موسخه، بدات من الاحساس. لا اسمح لي، شوف الان ربما السي الرئيس بن عاجل يتذكر ويعقل عليها. قلت له نظام وتكرارا قدام المسجد ديال العمره، كاين اربعه ديال الابراهيم تماك والله ما تصلي، وقلناها السي الرئيس ربما او الرئيس النائب ديالو، وعرفتي قدام المجلس قدام المسجد وبركمائيه اسينه ما تقدرش تهز منا، هذه قلنا مسجد العمره، قلنا قلت انا الرئيس ملي كان باقي مفرد ديالو، يا غادي مشيها. شوف هذه الصوره ديال الناطقه هنايا، شوف هذا البرميل اللي مصور قدها، هو مهرس الزبل كيهود منه. بسبب الجليد او اختناقا بسبب سيل شرق او اكسيد الكربون من اجهزه التدفئه في المنزل او السياره. أنت منظمه السلام الان المناهضه للستانه ان السلطات الاسرائيليه اقرت خططا لبناء 153 وحده ستانيه في مستوطنات الضفه الغربيه المحتله، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعيه سواء اقيمت بموافقه الحكومه الاسرائيليه او لا، ويعتبر الستانه العائق الاول امام عمليه السلام. شكرا ملكه. ونصل الان الى التقرير الرياضي، ويعرض الى تواصل منافسات بطوله افريقيا لليد ومحلي كره القدم وتفشر فضيحه جديدة بالكالشيو الإيطالي لها صلة بالتلاعبات المالية. التفاصيل معك محمد تويجر. والانطلاق زهر من القاهرة محتضنة إفريقية اليد، فبعد اطمئنانه على رتبته الثالثة وضرب موعد في الربع مع أنغولا، مواجهة قوية وغير متوازنة تنتظر المنتخب المغربي بدءا من 15 اليوم أمام المنظم المصري الذي تذوق طعم التتويج القاري 5 مرات، وكلاهما تأهل عن المجموعة الأولى إلى الربع رفقة الجزائر حاملة اللقب، فيما تتجاذب المركز الرابع طموحات كل من نيجيريا والكاميرون. عن الثانية عبرت كل من تونس وأنغولا جمهورية الكونغو على أن تفرز مواجهة ليبيا الكونغو رابع المرافقين. ومن اليد نغير وجهة صوب القرن، فبعد تأهل رباعي الكوت ديفوار، رواندا المنظمة، الكامرون، الكونغو الديمقراطية، يتم التعرف اليوم على ممثلي المجموعة الثالثة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لمحلي كرة القدم. كل الاحتمالات ممكنة لتقارب حصيلة مكوناتها، فنيجيريا المتصدرة بأربع نقاط تلاقي غينيا المجمعة لنقطتين، وبذات الرصيد تلاقي تونس النيجر صاحبة النقطة الفريدة. يكتمل غدا بإجراء اللقاءين المتبقيين، حيث تقابل أوغندا عن المجموعة الرابعة زيمبابوي تزامنا مع زامبيا. يواجه عدد من المسؤولين الأولى والثانية لكالشيو كرة القدم، من بينهم رؤساء تهم التهرب الضريبي وتزوير حسابات، حيث تحدثت أخبار صحفية عن قيام الشرطة المالية اليوم بعمليات تفتيش أفضت إلى مصادرة أصول مالية بقيمة 12 مليون يورو. شخصية بارزة يطالها التحقيق، في مقدمتها رئيس نابولي ولازيو ونائب رئيس ميلانو، إضافة إلى النجم الأرجنتيني السابق كريسبو المشرف حاليا على نادي مودينا المنتسب إلى الدرجة الثانية. ونختم بالتنس وبالضرب من ميربورن، نهائي قبل الأوان يجمع الرقم واحد عالميا سيربي ديوكوفيتش وسويسري روجي فيدرير برسم نصف نهاية بطولة أستراليا المفتوحة أولى محطات الكرونش سلام. المذكوران تجاوز ب3 جولات بدون رد كل من الياباني نيشيكوري وتشيكي ميرتيتش، وعلى خطاهما سارت الامريكيه سيرينا ويليامز التي لم تجد ادنى صعوبه في تحييد روسيا شرابوفا ب 6-4-6-2 في لقاء لم يتجاوز 82 دقيقه. تابعتم معنا في ابرز عناوين هذه النشره. وزارة السكن وسياسة المدينة تقدم خلال ندوة صحفية بالرباط نتائج البحث الوطني لتقييم برامج محاربة سكن غير اللائق ومدى انعكاسها على ظروف عيش الأسر المعنية.
أشغال مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية متواصلة بمراكش بمشاركة العديد من الشخصيات من علماء وباحثين وممثلي الديانات المعنية بقضية وضع الأقليات في الديار الإسلامية بالإضافة إلى منظمات دولية. محادثات السلام حول سوريا تبدأ الجمعة القادم في جنيف بين المعارضة السورية والنظام بعد تأخر 4 أيام عن الموعد المحدد لها. وبليبيا البرلمان المعترف به يستأنف اليوم مناقشة اتفاق الأمم المتحدة. معك ملكة شليح ناقل الآن إطلالة على الحالة الجوية بالمملكة هذا اليوم.